السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يعلم أن حق الجار من الأمور التي أكد عليها الإسلام في كثير من نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة، ولا زال جبريل عليه السلام يوصي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالجار حتى ظن أنه سيجعل له نصيبا من الميراث، وذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن الناس، والناس عفوا، يختارون الجار قبل الدار ويقولون على قدر الجار يكون ثمن الدار. جاء في الحديث الصحيح: ينفي الإيمان عن الشخص الذي يؤذي جاره، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. بل وحث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بإكرام جيرانهم، بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث رواه مسلم. كما أن الإسلام حث على مراعاة حق الجار سواء كان من الأقارب أو لم يكن من ذوي القرابة. قال تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن حقوق الجار التي أمرنا بها الإسلام كتمان سره أو ما يجري في بيته وعدم الاطلاع على أسراره. جاء في الحديث الشريف: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو لا يعلم به. ومن حق الجار على جاره أن يزوره إذا مرض ويسلم عليه إذا لقيه، ويمشي في جنازته عند موته، وأن يقف بجانبه في السراء والضراء. أقول ما سمعتم، فإن كان حسنا فمن الله، وإن كان سيئا فمن نفسي.
ومن الشيطان أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل للضيق مخرجا وبعد الهم فرجا وبعد العسر يسرا. أحمده سبحانه وأشكره على عظيم حكمته وتدبيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل مع العسر يسرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دل أمته على طرق الخير والصلاح. أما بعد، عباد الله، إن الجار في الاصطلاح الشرعي هو الشخص المجاور لك سواء كان مسلما أو غير مسلمين، قريبا أو أجنبيا، وتزداد حقوق الجار بحسب القرب والقرابة، ويعرف حد الجوار بحسب العرف. لا ودي دينا سبعة الجيران، لا ودي دينا رمض 40 الجيران. وأجل صور الجيران وأجل صور الجار ما كان في السكن، ويشمل أيضا ما كان مجاورا لك في المتجر في السوق في العمل وغير ذلك، كما أنه يشمل الرفيق في السفر، وتتمحور حقوقه في بعض الجوانب ككف الأذى عنه، فيحرم أذى الناس بشكل عام، ولكنها في حق الجار أعظم. ومن ذلك أيضا حماية ماله وعرضه وبدنه. حرام عليكم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتشمل حقوق الإحسان أيضا الإحسان إليه بجميع الصور وأشكال الإحسان، والبعد عن أذاه بالكف عن الأذى بجميع الأنواع قولا وعملا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اجعلنا ممن يكرم جيرانه ويحسن إلى عبادك ويتلطف معه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.